السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المتتبعات والمتتبعين، مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم اللي هي قناة الحياة مدرسة مع أم محمد. كنشكركم بزاف على الدعم والتتبع، كنشكركم جزيل الشكر، ونتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الدرس في أحسن الأحوال وبصحة وعافية. إن شاء الله الدرس ديال اليوم بإذن الله غادي يكون تتمة ديال التعريف، التعريف يعني التتمة ديالو. يعني في الحصة السابقة كنا درنا التعريف ودرنا غير الشمسية، كنا درنا الشمسية. هاد الحصة إن شاء الله غادي نكملوها وغادي نديرو القمرية، القمرية. إذا حسنا غادي نشوفو مثلا دابا غنشوفو الجدول. هنا الخانة ديال الأسماء، وهنا الخانة نفس نعم نفس الاسم ولكن مع دخول القمرية، وغادي نشوفو إن شاء الله بإذن الله التغيير اللي كيوقع إذا دخلت عليه القمرية. نبداو على بركة الله. الكلمة الأولى هي أبون، أبون، وكتلاحظوا بأن الكلمة مبدوءة بحرف الهمزة، وأنا تعمدت نكتبو بالأحمر لأن الهمزة ستكون من الحروف القمرية. إذن أبون، هنا دخول القمرية على كلمة أبون ستصبح الأبو، الأبو. أتلاحظوا معايا مزيان، شوفوا واش كاين شي تغيير، واش كاين شي تغيير في هذه الكلمه. حسنا، اذا التغيير اللي وقع في هذه الكلمه هو فقط حذف حركه، كتبقى عندنا فقط حركه واحده، هذا هو التغيير. بخلاف الشمسيه اللي قرينا في الحصه الماضيه كانت هناك جوج تغييرات، اما القمريه ما كاينش تغيير، فقط التغيير اللي كيكون هو حذف حركه، كتولي عندنا حركه واحده، ما كيبقاش عندها التنوين. الا لاحظتوا هنا أبون لأن هذا الاسم نكرة، نكرة، ولكن ملي دخلنا عليه القمرية فقط حذفت حركة وكتبقى عندنا حركة واحدة. نمر إلى الكلمة الثانية هي برق، برق. كما تلاحظون كذلك أن الحرف الباء يعني مكتوب بالأحمر، علاش؟ لأن الباء كذلك من حروف القمرية. كل كلمة ابتدأت بحرف الباء إلا ودخلت عليها القمرية، وكل كلمة ابتدأت بحرف الهمزة كذلك تدخل عليها القمرية وليست الشمسية. إذا دخلنا برق، دخلنا عليها البرق، التغيير كذلك فقط اللي كيوقع في القمرية، يعني سهل التغيير اللي كيوقع، فقط نحذف الحركة ديال الآخر، التنوين كنحذفوه، ما كيبقاش عندنا جوج الحركات. نمر الى كلمة ثالثة وهي جمل، جمل. الحرف جيم كذلك من الحروف القمرية، كاع الحروف اللي شتوهم مكتوبين بالاحمر، هما عمت نكتبهم بالاحمر باش يبانوا انهم حروف قمرية. اذا جمل هو دخلنا عليها القمرية، ها هي التغيير الجمل، يعني الحركة كتبقى هي هذيك، ما كنزيدو عليها حتى شي حاجة كما في الأمثلة السابقة. الجمل تغيير كذلك حذف حركة. نمر إلى كلمة حصان، حصان. عندنا ال حصان، لم يقع أي تغيير في الحرف اللي من بعد ال، ما وقع حتى شي تغيير فيها. الحرف الذي يأتي بعد القمر ما كيوقعش فيها التغيير، ما كيوقعش، كتبقى الحركة هي هي الحركة، يعني التغيير، عفوا، التغيير الذي يقع فقط هو حذف حركة في آخر الكلمة. هنا كتكون عندنا التنوين وهنا كيصبح عندنا حركة واحدة. كذلك نمر إلى كلمة خبر، خبر. الخبر، الخبر، إذا التغيير كذلك حذف الحركة، كتولي عندها حركة واحدة، يعني ما كيبقاش التنوين، كيبقاش عندنا التنوين. نمر للخانة الأخرى هي اللي بتبدأ بكلمة علم، هنا علم، كاين هنا تنوين، دخلنا عليها القمرية أصبحت العلمو، العلمو كذلك فقط التغيير الذي وقع كذلك في الكلمة هو حذف الحركة، يعني حذف التنوين، كيبقى عندنا فقط حركة واحدة. نمر إلى كلمة غراب، غراب. الغراب، الغراب،
بو كذلك نحذف فقط التنوين فتصبح عندها فقط حركه واحده في اخر الكلمه. اما في الحروف اللي كتبدا به الكلمه اذا دخلت عليها ال قمريه ما كيوقع فيها حتى شي تغيير، انا لاحظته لا في هذه ولا في هذه الكلمات الاخرين ما وقع حتى شي تغيير. حرف العين احتفظ بالكسره ديالو، حرف الغين كذلك احتفظ كذلك بالضمه ديالو، ما كاين لا شيء لا تغيير، لا تغيير ما وقع. نمر الى كلمه فراقون، هنا فراقون دخلنا عليها القمريه الفراق الفراق كذلك التغيير الى لاحظنا فقط حذف التنوين وكتبقى لنا حركه واحده في اخر الكلمه. قاسمون قاسمون القاسم نفس تغيير حذف حركه في اخر الكلمه كتصبح لنا حركه واحده. كتاب الكتاب الكتاب كذلك التغيير فقط في اخر الكلمه، نحذف فقط التنوين وتصبح الكلمة عندها فقط تحمل فقط حركة واحدة. إذا لا لاحظتم أن القمرية يعني سهلة، يعني ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجة. دائما الكلمات اللي كتدخل عليهم القمرية لا يقع فيها أي تغيير باستثناء أننا نحذف التنوين، ولكن حذف التنوين راه حتى في آل الشمسية، إذا كيشتركوا في هاد الشرط هذا، كتشترك فيه القمرية وكذلك آل الشمسية، يشتركان في حذف حركة في آخر الكلمة، لأن لا يمكن أن الاسم يكون معرف، يعني فيه آل، ويكون عنده تنوين في آخر الكلمة، إذا مفهوم هاد الشيء. إذا غادي نعاود غير بالنسبة لأ، هذا حرف قمري، ب حرف قمري، جيم حرف قمري، الحاء حرف قمري، الخاء حرف قمري، والعين حرف قمري، الغاء حرف قمري، والفاء حرف قمري، والقاف كذلك حرف قمري، والكاف حرف قمري، ومازال غادي نكتبوا ان شاء الله خاصة مازال اربع حروف قمرية، لان القمرية كذلك حروفها 14 حرف. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شوية. إذا نشوفوا في الجدول التتمة ديال الحروف القمرية، غادي لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا مزيان. كلمة مدنون مدنون يعني الحرف الأول في هذه الكلمة هو حرف الميم، وكتبته باللون كما قلت، يعني كاع الحروف اللي كتبتهم في البداية ديال الكلمة باللون الأحمر هما حروف قمرية، كذلك الميم من الحروف القمرية مدنون. إذا دخلت عليها القمرية فأصبحت المدنو، إلا لاحظنا تغيير ما وقعش حتى في يلا في الأخر فاش وقع التغيير ماذا وقع؟ تحذفات الحركة كما قلنا سابقا. نمر إلى كلمة هيرون، كذلك كلمة هيرون الحرف الهاء من الحروف كذلك القمرية، دخلت عليها القمرية فأصبحت كالتالي كعلى الشكل التالي الهيرو الهيرو، كذلك حذف فقط التنوين فاحتفظت فقط بحركة واحدة. نمر إلى كلمة ولد ولد، هنا عندنا الولد الولد كذلك التغيير حذف حركة في آخر الكلمة. يد يد عفوا غادي شكل، إذا يد عندنا ال يد ال يد ما وقع حتى شي تغيير، فقط التغيير اللي وقع هو حذف التنوين. إذا إلا لاحظنا في القمرية يعني درس سهل، أن القمرية إذا دخلت على كلمة فالتغيير الذي يقع أنه فقط عفوا كنحذفوا التنوين كتولي عندنا حركة واحدة في آخر الكلمة، والاستنتاج هو أن القمرية إذا القمرية تكتب كما تلاحظون أي تكتب خطا وتنطق كذلك لفظا، كنكتبوها وكنطقها بخلاف آل الشمسية فهي تكتب ولا تنطق. هذا هو الخلاف اللي كيوقع بين القمرية وآل الشمسية، وكذلك ذاك الخلاف ديال آل الشمسية راه قريناه اللي رجعتو للدرس السابق راه غتشوفوا التغييرات اللي كتوقع في آل الشمسية. إذا هنا قلنا القمرية تكتب خطا يعني هو مكتوب، وتنطق لفظا كنسمعوه هنا ال
مدن المدن، هر الهر، ولد الولد، يد اليد. وحروفها كذلك 14 حرف، منها هما الهمزة وحرف الباء، حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء، حرف العين، حرف الغين، حرف الفاء، حرف القاف، حرف الكاف، حرف الميم، حرف الهاء، حرف الواو، حرف الياء. وإلا بغيتوا أن الدرس يجيكم سهل، سواء تفرقوا دائما بين القمرية والشمسية، ما عليكم إلا أنكم تعرفوا الحروف القمرية، وكذلك تعرفوا تفرقوا بين الحروف القمرية والحروف الشمسية. بهذه الطريقة هذه غادي تعرفوا، غادي يجيكم ساهل، ما غادي يكون عندكم واحد اللبس لا واش تقشا قمرية ولا شمسية. نحفظوا الحروف الشمسية هما 14، ونحفظوا الحروف القمرية اللي هما كذلك 14، نفرقوا بيناتهم، هادو حروف شمسية وهادو حروف قمرية. وبهذا غادي تكونوا يعني تشدوا الدرس مزيان ديال القمرية وديال الشمسية. وهذا وصلنا ان شاء الله للنهاية ديال هذا الدرس، ونتمنى انكم تفهموا، كنت انكم فهمتوه، ونتمنى انكم تراجعوا في الدار، تعودوا تراجعوا يعني هذا الدرس، تراجعوا القامه الشمسيه اللي درنا ذاك الاسبوع، وعاوتاني تراجعوا القمري، لان بالمراجعه كت يعني بالمراجعه كيدخلوا الدروس، يعني كنفهموا الدروس مزيان بالمراجعه، اي حاجه بالتكرار كنفهموا. وتنشكركم بزاف على التتبع، وكنشكركم بزاف على الدعم، وكنشكركم بزاف على المشاهدات، وكنطلب منكم ما تنساوناش من البصمه، وما تنساوناش حيت كاينين الناس اللي كيشاهدوا لا فيديو ولكن ما كيخليوش لينا بصمه. نتمنى ونطلب منكم انكم تخليوا لينا ان شاء الله، اللي شاف لا فيديو ديالنا ولا اللي شاف لي فيديو اللي كنديروا، ما ينساناش من البصمه، وما ينساناش من الاشتراك، وما ينساناش من المشاهده. ولكم جزيل الشكر، ولكم جزيل الشكر، شكرا بزاف على التتبع، وشكرا على كل اي حاجه، شكرا للمتتبعين القدام، شكرا للمتتبعين الجداد. نتمنى لكم الصحه والعافيه وراحه البال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. القاكم ان شاء الله في درس جديد بحول الله، والسلام عليكم.